اليوم قبل ما نقول كلمة الوعظة بس بحب بتمنى عليكم انه يكون هالنهار شوي مميز خاصة باللي عم يصير بأوكرانيا وروسيا. نخصص هيك شيء وقت مع أولادنا، واحد هيك يقعد يقول له يا رب صرخة، بس صرخة صلاة. العالم اليوم بحاجة لصرخة صلاة. عم نحس أي فكرة، أي فلسفة، أي سياسي، أي موقف، أي نجدي من أي عالم، من أي بلد، من أي ميلة من العالم، لحتى يحاولوا أو حدا يحل المشكلة مش بس بروسيا وأوكرانيا، بكل العالم. يمكن الشغلة الوحيدة لازم نصير بقى ونتأكد ونعرف أنه ما قلنا غيرها أنه نرفع صرخة، صرخة قلب إلى الله: يا رب أسرع إلى نجدتنا، أسرع إلى نجدة الإنسان، لا الأرض ولا بلد ولا شيء، أسرع إلى نجدة الإنسان يلي عم يتمرمر، عم يتألم، عم يتدمر. بس هيك صرخة أو تأمل تعملوه ببيوتكم، قدام المزار اللي عاملينه بالبيت، قدام أيقونة السيد والسيدة، شمعة صغيرة يا رب. وصدقوني هالصلاة صغيرة أو هالشمعة اللي بتولعوها ما تعرفوش قديش إلى تأثير على واقع عم يصير بالعالم. الله ينجينا من الأعظم مثل ما بيقولوا، وينور عقول الكبار لحتى يفهموا شو معنات المحبة والغفران والمسامحة والمصالحة، وأنه يعيش الإنسان بسلام. جعبتنا اليوم شوي هيك كبيرة، أنا حبيت أخذها من النصوص اللي أريناها اليوم. هو مميز اليوم، نحن اليوم أمام مفترق طريق، واصلين على مفترق طريق، لأنه نحن بناخد تقريباً 10% من السنة، عم ناخد 10% من السنة. هو مش بس أنه هالفترة هاي، نحن الكنيسة بدها تذكرني، بتقلي كيف حياتك كلها بدها تكون، مش بس هال10% بالسنة أو هال40 يوم. بس هالمفترق اللي بتحط لي الكنيسة اليوم بتقلي أول شيء وقف، ستوب، وقف، انطفي، سويتش أوف، فكر، فوت على داخلك، اتأمل، اتطلع بحالك، حلل أنت شو عملت. صدقوني وقفوا قدام المرايه، ما حدا بيعرف عيبه إلا هو الشخص ذاته. أن تقف أمام نفسك كأنك تقف أمام المرآة، مثل ما بيقول بولس الرسول، تقف وأنت وحدك. كل اللي بدي أقولكم إياه ما بوجهه لحدا، بوجهه لإلي، لأنه هذا اليوم أنا بوجهه لإلي، بوجهه لإلي خاصة، حتى ما فيني دين حدا ولا قول انت عمول هيك وانت اعملي هيك. انا هو بحبونش، بتطلع على حالي، انا اللي بدي اعمل. ان اقف امام المرآة وفكر انا شو عملت بهالسنة، انا كيف عم بتصرف، انا كيف عم فكر، كيف عايش، هل انا في نقاوي، في طهارة، في قداسي، مين انا، شو عم بتصرف، هل انا اتبع تعاليم يسوع، هل انا حامل الصليب، هل أنا أبشر به، هل أنا أعمل كل شيء من أجل بشارة الملكوت. نحن اليوم عم تقلي الكنيسة يا إنسان، وأكثر من قبل، وأكثر من قبل لازم يصير عنا وعي يا جماعة، لازم يصير عنا وعي. أن نقف أمام الذات وتقول يا إبراهيم أنت شو عم تعمل، قلي شو، خبرني شو بتعمل. ولاحظوا بهالانداء يلي بهالانديفوني اللي قريناها، بثلاث أربع تسطر الكنيسة وأباء الكنيسة اختصروا كل شيء نحن منفكر فيه. قال له: أيها الإله المبدع، أنت الخالق، جبلت آدم من تراب وعطيته نسمة الحياة وعطيته القوة والقدرة وعطيته أن يكون سلطانا على كل شيء، ولكنه بغواية المجرب
لما نفات بالامتحان وهالامتحان حطوا الكتاب المقدس رول سفر التكوين واحد واثنين وثلاثة، لما نفات بامتحان الأنا، امتحان الأنا، يا أنا بدي حقق ذاتي، قلت لكم إياها قبل بمرة، يا أنا بدي حقق ذاتي وما بديش الله يتدخل بتحقيق ذاتي. وهون كان بنسميه الكنيسة السقوط الكبير، السقوط الكبير، وسقط الإنسان من حضور من وجوده أمام الله وخرج. ليش خرج؟ لأنه الخوف إنه هالإنسان وهو في هل لما طلع من أمام وجه الله وأكل من شجرة المعرفة الخير والشر أن يعود ويأكل من شجرة الحياة وهو تحت عبء الخطيئة والعصيان، أن يصبح هذا الإنسان الموت الأزلي، العتم الأزلي، البؤس الأزلي، الألم الأزلي. مش ممكن يقدر ياخذ من شجرة الحياة إلا من هو الحياة بده يعطيني إياها، تجسد الإبن بده يعطيني إياها. فإذا خرج الإنسان من أمام الله ورجع ربنا، خرج وراه ليروح يرده للإنسان. ولما تجسد مسيحك واحتمل الألام أعادنا إلى جنة عدن التي خسرناها بآدم، فنصرخ إليك ونحن على عتبة الصوم. نحن فإذا أمام مفترق هالطريق اليوم. الكنيسة حطت لنا اليوم المساء، خليني أخذ بليز. نحن اليوم بتسميها بصلاة الغروب المساء، نبنى عم نصلي منبلش نحكي عن خروج آدم وحواء من أمام وجه الله. كانوا متمتعين بوجود الله، ولكن عصيان الإنسان خليه يخرج من أمام وجه الله. اليوم الصلاة المساء الغروب طبيعي ما بتقدروش تجوا كلكم، بالغروب بنحكي كيف خروج آدم من أمام وجه الله. وبتسميه الكنيسة كمان أحد الغفران، الأحد يلي كل إنسان بيطلب المغفرة من خيو الإنسان. وهالغفران هذا يلي بده يحصل عليه نزعت قلب الإنسان العودة إلى الله. حطيت بقلبنا يا رب، زرعت فينا الرغبة أن نعود إليك. نحن خسرناها ولكن أنت زرعت بقلبنا، لأنه مش ممكن نلاقي الحياة ونحن بعاد عنك، مش ممكن نلاقي الفرح ونحن بعاد عنك. حاولنا العصيان، عصيناك وخرجنا من أمامك وخرجنا إلى العالم وأخذنا الأقمصة الجلدية وما تتبعها من شهوات وإلى ورغائب وإلى ما هنالك. حتى اليوم أنتو في شو في بيسعدنا بالحياة؟ ما في شيء بيسعدنا بالحياة، بتنتهي. حتى خينا الإنسان يلي منكون مبسوطين بوجوده، شوي نهار يوم من الأيام منلاقيه تحت التراب. كل شيء بينتهي، شهوة بتنتهي، الفرح بينتهي، السعادة بتنتهي، كل شيء بينتهي. بس مين بده يعطيني فعلا حقيقة الحياة، السعادة الأبدية، الفرح الأزلي، الحياة التي ليس فيها ألم ولا مرض ولا شهوة ولا أنانية ولا شيء؟ هو أن تعود إلى الذي خلقك على صورته ومثاله. أصبحت بالصوم، وهذا التقل الكبير، أصبحت بالصوم أنت تستعيد هالحالة هاي. بدي استعيد وجودي أنا بفردوس الله، كأنه بالصيام أعيش أمام وجه الله، كأنه بالصيام أنا أعيش مع الله في الجنة في الأيام الأولى لما خلقني فيها الله. شوفوا قديش مهم الصوم، حطت لي الكنيسة والرب يسوع والله بذاته قال لي بدي إياك تصوم. وقال الرب يسوع، شو هالرغبة اللي حط لي فيها الله هاي؟ خليني لقطهم كلهم مع بعضهم، مرقوا معنا من 3-4 أسابيع، لازم كلهم نربطهم مع بعضهم. أول شغلي، أول أسبوع، هيدا عم نحكي من 4 أسابيع، احتفلنا بزكا العشار،
بمختصر حتى ما طول كتير، بده يعطيني عنوان زكا خاطئ، كل شيء اسمه عوائق بهالإنسان، كل شيء اسمه إنسان مرفوض من الناس، وحتى شخصيته مرفوضة من الناس رغم كل هالنقص اللي فيه، في شيء بقلبه يسوع اكتشفه، هذا الإنسان يلي عنده رغبة أن يلتقي بيسوع رغم كل العقبات يلي بيحملها، لقى وسيلة يطلع فيها يتعربش عليها، هي شجرة الجميزي يلي كانت عنوان كبير. صعد إلى الجميزي وهناك لمن مر يسوع، يسوع ما بيعرفه من قبل بس عرف لبه لهالإنسان، عرف الرغبة الموجودة بقلبه لهالإنسان، زكى أنا اليوم بدي فوت على بيتك، والشجرة يلي أنت تعربشت عليها أو طلعت عليها لتقدر تلتقى فيي، هي أنا اللي بدي علق حالي على الصليب عليها لحتى افتديك. ودخل بيته وأعطاه الخلاص لزكى العشر. هيدي شو عم تعطيني؟ بلش عندي حس الرغبة أن أدخل إلى حضرة الله بالصيام، رغبة ما تتطلعوا شو النقص اللي فيي، ما تتطلعوا شو الألم اللي فيي أو الخطية اللي فيي أو أي شيء، بدي أتطلع أنا شو في عندي رغبة لألتقى بيسوع. صوم رغبة إنك تلتقى بيسوع. تاني أحد الكنعانية، وأكبر مثل لكل إنسان مسيحي ثابت بإيمانه، ثابت بإيمانه، قدرت أخذت من يسوع بالقوة النعمة. بدك تاخد بالقوة، بالقوة انتبهوا، أن تغتصبها غصبا للنعمة من يسوع، وهذا عمل الصيام. قالت له رغم أنه أنا وثنية، رغم أنه أنا كالكلاب، رغم أنه أنا لا أستحق، بدك تعطيني النعمة. امتحنها ثلاث مرات، ثلاث مرات قدام التلاميذ وقدام كل الشعب، ويلي كانت كل اليهود يفكروا أنه هني بس لقلن وجود الله، قال لهم لا، تعلموا منها، هذه هي بطلة الإيمان واختصرت إيمان إسرائيل. أيها الرب أنت هو ابن داود وأنت قادر تشفي ابنتي. وقال يا امرأة اذهبي بسلام، إيمانك خلصك. عطاها النعمة. بدي أخذ النعمة بالصيام، بدي أرجع أكتشف النعمة بالصيام. العشار والفريسي، الفريسي والعشار، أن تستفيد من الذبيحة الإلهية. اثنيناتهم طلعوا على الهيكل، واحد متكبر قال له أنا وأنا وأنا وأنا، شالوا لالله قعد محله، شالوا لالله قعد محله. وهيداك العشار قال له اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. باللحظة اللي عم تصير فيها الذبيحة، ذبيحة التكفير بالهيكل، وقف الفريسي والعشار، واحد استفاد واحد ما استفاد. نحن بالكنيسة هاي بدي استفيد من الذبيحة الحمل، غفران مغفرة الخطايا، شو قال له؟ اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. شو بتقوله قبل ما تتناوله؟ اللهم اغفر، بتدق على صدرك، يعني أنت عم تطلب الغفران، أن تدخل الصيام بتواضع وأن تستفيد من ذبيحة الحمل كل أحد، لحتى توصل لليوم لأيامي تستفيد من الحمل الذي ذبح، الحمل الذي علق على الصليب، الحمل الذي سفك دمه على الصليب. بدك تستفيد من الحمل، وإلا منفوت مثل الفريسي، نطلع كأنه هيدا اللي عداوي معه، هيدا بحبوش، هيدا ما بحكيش معه، هيدا بسكر بابي بوجهه. شو كيف عم تصوم؟ كيف عم تصلي؟ وإجانا أحد الماضي الأحد الدينوني. ليش؟ لأنه بالصيام أنت تقف أمام الديان. أنتوا بالكنيسة شو بتعملوا؟ بتوقفوا هيك مزبوط؟ ويسوع الديان العادل، أنتم تقفون كل أحد أمام الديان العادل، أنتم تعيشون كل أحد الدينونة الأخيرة، كل أحد بتعيشوا مجيء الرب. مجيء الرب كيف توضح؟ كيف أرجينا حقيقة قدومه لألنا؟ حطيت لكم التجلي، حطيت لكم الصعود،
والمجيء الثاني. شو منقول نحن بآخر النقمة؟ وسيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. وأرجين الصورة قبل بالتجلي، لاحظوا شيء المشترك بين هالثلاثة، يسوع في الدائرة بالتجلي، يسوع في الصعود بالدائرة، ويسوع عند المجيء الثاني بالدائرة. عم يخبرني أنت هو الإله الديان العادل، أنت هو إله الأحياء والأموات مع موسى وإيليا. لما طلع على السماء قالوا له الملائكة شو عم تتطلعوا؟ سوف يأتي بمجد عظيم، مثل ما شفتوه طالع بمجد، حينزل بمجد، والمجد آت. بدكن تعشوها بالصيام، مش بس بالصيام، كل يوم أنت تقف أمام رب الديان العادل. ليش؟ لحتى يقلك يا أخي انتبهت لخيك الإنسان، يعني انتبهت لي، طعميت خيك الفقير، يعني طعميتني، سقيت العطشان، يعني سقيتني، أنا الخاطئ المحبوس المظلوم والظالم، انتبهوا، أنا الظالم يلي محبوس، زرتني. بدكن تزوروا يسوع يلي بالمسجون يلي هو ظالم كمان. واو، هذا الصيام مفترق الطريق. واليوم، واليوم أن تعيش، أن يا رب فعلا تستحصل على الغفران. اليوم الكنيسي بآخر الصلاة، بآخر صلاة الغروب، شو بيقولوا الكاهن بصلاة الغروب؟ بيقولوا الكاهن اغفروا لي يا إخوتي أنا الخاطئ. هذا بيصير السلام اليوم المساء بين الكاهن والرعية، والأبناء الرعية بيصيروا يقولوا لبعضهم هني وفلين اغفر لي يا أخي، اغفر لي يا أختي، بيصيروا الجواب الله يغفر لنا جميعا، مش مرحبا وكيفك، اغفر لي يا أخي. ليش الغفران؟ لأنه قال لي، قال الرب، قال الله، إذا غفرت للناس أنا بغفر لك. Very simple. Very simple. مش هطول عليكم قصة الراهبة، خبرت لكم إياها كذا مرة تعرفوها، فكروا فيها. استحصلوا على الغفران، استحصلوا على الغفران واغفروا لغيركم. نحن بدي خبركم بس كويك، كنت بالمدافن من يومين ثلاثة، الله لا يورجيكم، جينا عم نحط الكفن بعيد من هون، المي متلاني لفوق والتراب عم تقلب من هون ومن هون، اجى عم يحط التابوت، قلت له يا اسلم لي ما فينا نرجي هالمظهر هالمنظر لأهل الفقيد أو لأهل الفقيدة، بليز خليهم يوقفوا على جنب، لأنه إذا شافوا هالمشهد حيضلوا حاملينهم بقلبهم والمقلمي. أنا عم بتطلع كيف عم ينزل هالتابوت والتراب عم تقلب علي، إجا بالي دغري نص الإنجيل، لك حتى نتفة التراب اللي بيطلع من جسمك مش ما لك حق فيه، نتفة التراب بالأرض ما لك حق فيها، ما بتخدها. وقفت هيك يا ربي دخيلك قديش بده يكون عندي طاقة لحتى فعلا لك لازم سامح، لازم أغفر، لك هالنهاية إنسان محب وبعاش بمحبة وبغفران وبألم بكل شيء، حتى وصل لهالدرجة هاي. Nothing. بتحطوا لا شيء. بس مين بده يعطيني المعنى؟ هل لا شيء اللي صار تحت الأرض مين بده يعطي المعنى؟ هو قال له أنا المعنى لإلك، طلعت من قدامي رح ألحقك ورد لك المعنى رغم إنك بترفضني، رغم إنك بتفل بتبعد عني، أنا المعنى لإلك يسوع المعنى. بالصيام حولوا حولوا هالشي هذا، فعلا تحسوا أنا صار إلي معنى بحياتي رغم كل شيء. جربوا اغفروا. It's very very tough one. بحكيش معه، بقدرش اتصوره، يا خيي بيزعلني، يا خيي ألمني، يا خيي ضربني، سرقني، أخذ لي أرضي، أخذ لي. آمين.
حتى إذا كنا